من امام مستشفى الفارابي حادثه في الوعده ديال سيدي يحيى وعده انقد. مات شاب حادثه البارود طرطقات عليه المكحله على الصدر ديالو. تعازينا للعائله ديالو، وهذه حادثه نتمنى ان شاء الله ان كاع المشاركين اللي راهم حاليا مازال غدا ان شاء الله لحد الوعده يحاولوا ياخذوا الحيطه والحذر باش ما يوقعش بحال هاد الحوادث هادو. تكون الفرحه ما تكونش الحزن، ونشوفوا الا كاين شي واحد اللي غادي يعطينا تصريح في هاد الحادثة. السلام عليكم بعدا. والحقيقه هاد السيد اللي توفى هو من العائله، وحنا ما فكرناش كيفاش تسقط هاد الموت ديالو. كيفاش ندارت هما الموسم، كان عند الموسم كمل، وكان مشاو باش يهزوا الخيل، وملي مشاو باش يهزوا الخيل تا قالوا لنا ودي راه كان شي عنده شي مكحله بالك دارها في لامان، واش عامره واش خاويه واش باش علاش حنا ما نسقوش احداث ما عرفنا لا عامره ولا خاويه. هاد الحوادث كيكونوا بحال هكا الموسم ولا غير؟ لا بدا هاد الموسم في المغرب كامل، لا بدا يكون فيها، ما غاديش نقولوا ودي ما غاديش يكون، لا بدا يكون. كاين اللي يطيح من العود، كاين اللي فهمت كيفاش. لا كيتوجه الناس اللي دابا يشاركوا مره اخرى يديروا الحيطه والحضر مثلا. لا شوف، المشاركه الناس تشارك ماشي ما تشاركش. هذا موسم في المغرب كامل، وخلاوه جدودنا ماشي حنا درناه، خلاوه جدودنا امور جدودنا والدينا. والحقيقه واخا الموت حنا نطلبوا الله يرحمه ويوسع عليه، واخا صحابي الموسم يبقاو في الموسم ديالهم. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.